قطاع صناعة السيارات فاقت نجاحاته كل التوقعات خلال السنوات الأخيرة، مستفيداً من الإشراف الملكي السامي المباشر ومما تتوفر عليه المملكة من بنيات تحتية وكفاءات بشرية مؤهلة، فضلاً عن مختلف السياسات والاستراتيجيات الصناعية الوطنية. قطاع وصل رغم سياق الأزمة الصحية العالمية مكانته كأول قطاع مصدر بالمملكة بحوالي 77 مليار درهم من الصادرات، بقدرة إنتاجية تفوق 700 ألف سيارة سنوياً، وبنسبة اندماج محلي تبلغ 60% من مجمل مكونات السيارات، لتترسخ صدارة المغرب إفريقياً وعربياً في هذا القطاع. الاستراتيجية اللي كانت توضعت وشرف على جهة الملك، وهذا التسريع الصناعي ديال هذا اللي كان من 2015 و 2020 زاد تبت القطاع هنايا من طرف على حساب الانتيغراسيون لوكال لي كومبيتونس. دابا اليوم الاسس كاينه، باقي دابا عندنا الاستثمارات غاده في الاتجاه ديالها. جائحة كوفيد 19 لم تحل دون استمرار توافد الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الحيوي، وهو حال هذه الوحدة الصناعية الصينية المتخصصة في إنتاج إطارات عجلات السيارات من الألومنيوم بالمنطقة الحرة للقنيطرة، وحدة قررت توسيع طاقتها الإنتاجية في عز الأزمة الصحية لتصل اليوم لستة ملايين إطار عجلة سنوياً. هذا المركب الصناعي يحتوي على مصنعين، بمساعدة وبتأطير من السلطات المحلية وبتأطير كذلك من وزارة الصحة ووزارة الصناعة، قدرنا أننا نستمر في الإنتاج بدون توقف. الشيء الثاني هو أن المصنع الثاني كان في مرحلة ديال ورش البناء، فكذلك ورش البناء استمر بدون توقف. دونك هذا الشيء كيعكس الثقة ديال المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني ديالنا، من ناحية ديال البنية التحتية التي نتوفر عليها، كذلك من ناحية ديال الكفاءات الأطر والمهندسين. السيارات ومكوناتها المصنعة بالمغرب تصدر اليوم إلى أزيد من 74 بلداً عبر العالم، بيد أن طموح المغرب في صناعة السيارات لا يتوقف عند هذا الحد، بل يتوخى جعل المملكة المنصة الأكثر تنافسية في صناعة السيارات بالعالم خلال السنوات القادمة، وهو ما من شأنه منح مزيد من الزخم والإشعاع لعلامة صنع بالمغرب.